سلطة الجيلاتين الخضراء، كوب ماء، 2 باكت جيلاتين سادة، نصف كوب خل أبيض، نصف كوب سكر ناعم الحبيبات، ملعقة صغيرة ملح، 3 حب كبيرة خيار، 3 عود بصل أخضر، و2 عود كرفس. أعزائي المشاهدين، السلطة اللي حنعملها اليوم سلطة مختلفة ولكن راقية جدا، بتلاقيها دائما في البوفيهات. هي مش سلطة كل يوم، يعني ممكن في ناس مثلا يستغربوا انه ممكن نعمل سلطة زي هيك. عزيمة يعني مفاجأة. لا عزيمة، لا بوفيه حلو، مفاجأة تكون حلوة. ايوه. وممكن ننوع بالخضروات اللي بنستعملها. حنستعرض مع بعض الخضروات اللي احنا عندنا هلا، الكرفس. خليني اجهزهم هيك جنبي. الكرفس اللي هو السلري، مش الاوراق الكرفس اللي بتبقى الخضرة الرفيعة، هذا المقصود. خيار، بصل اخضر. هوني تشكيلة، ممكن أغير أنا، ممكن أخليها بس بخيار مثلا، أحط شوية مع شبت، ممكن خيار مع بصل وبقدونس، يعني فيكم تغيروا بأنواع الخضرة نفسها حسب النوع اللي أنتوا بتحبوه. مش حتتضح لكم صورة الوصفة هذه أو الشكل بتاعها إلا في النهاية، فخليني أخلي الخضروات هلأ على بعض جنبي ونبتدي. في الأول نجهز القالب. أنا حستعمل قالب كيك أو طبق، اي وعاء بقدر احط فيه هذه السلطه. برضو مش حتضح لكم شكلها الا بالاخر. ممكن ما يكون عندكم طبق زي هذا، مش مشكله، ممكن استعمل قالب كيك، قالب طويل. انا اللي مثلا عملاها اليوم في فتحه في الوسط، ممكن مش شرط تبقى قالب مستطيل رفيع، اقدر استعمله. فهاي الافكار ان شاء الله توضح زي ما قلنا بالاخر. حبتدي رشه خفيفه من الزيت في القالب، خلي جنبي من فضلك ألا، حنحطه على جنب ونبتدي نتكلم عن الأساس تاع الوصفة اللي هو الجيلاتين. أنا عندي هون الجيلاتين السادة. خلوا بالكم اسمه جيلاتين، مش جلو، عشان ما تتلخبطوا. بيبقى شفاف خالص بالشكل هذا. أنا ححطه هلأ في الطنجرة هذه أو في جدر حسب صغير، حصبه عشان تتخيلوا كيف بيكون لونه. تستعمليه قبل ألا أكيد طالما أنت. إيه طبعا. أنا هلأ حضيف مي، 1 كوب من المي، وأبتدي أسخنه هيك شوي على النار، بس يسخن عندي هيك شوي، ما بدي يغلي، هخليه هيك على جنب. وأبتدي عندي هون طبعا المكونات اللي حتعطيني الطعم، اللي هو الخل والسكر والملح. خلطة شوي غريبة، سويتن. أيوة ومالح. بالضبط. عشان هيك قلنا الوصفة هذه شوي مميزة. أعزائي المشاهدين، هلأ ببتدي أستنى بس للجيلاتين يبتدي يدوب عندي شوي. هخلي السكر والخل والملح جنبي وأبتدي أجهز الخضروات. بالنسبة للخضروات إلها تقطيع معين حسب القالب اللي أنا عم بشتغل عليه. بالنسبة للخضروات وطريقة تقطيع الخضروات، بدنا إياها تبقى مكعبات صغيرة. هلأ في عنا اقتراحين بالنسبة للخيار. هل أنا حابة أقشر الخيار أو أخليه زي ما هو؟ حسب رغبتكم. لما يتقشر أطيب، خصوصا في هاي الوصفة. يعني أنا أحب مع القشر. خلاص هنعمله مع القشر، ما يخالف. لانه احنا لما بنقشر الخيار بيصير انعم، يعني عارفه ما تاكليه بس لونه يصير احلى، ولونه يصير احلى مع القشر. يعني نحاول شوي شوي نشيل البذور. ابتدي شوي شوي زي ما شفنا بنشيل البذور بهذه الطريقه. وخليني اثناء ذلك، او انت الا من فضلك، حط السكر كل الكميه. كل المقدار ان شاء الله. وحنحتاج ملعقة صغيرة من الملح. أعطيكي هون عنا ملعقة صغيرة. فينا ندوقه إذا حبيتوا تزودوا الطعم. وحنحتاج نضيف الخل، هذا خل أبيض. حسيب هالخليط هلأ يغلي. برضو عم بقطع أنا الخيار بنفس الطريقة ونتخلص من البذور. ممكن قبل ما نسأل سؤال؟ قولي لي. تفضلي. الحين عندنا كبة العيش، إذا بنسويها مرات تلزق، فشلون إذا بسويها وما تلزق في الإيد؟ وإنت بتشكليها قصدك؟ صح. بدك ترطبي إيدك بشوية مي. بس مي؟
بس فقط مي. حطي جنبك طبق مي، بس خلي بالك مش كتير عشان احنا العيش حساس، ما بدنا تصير العجينة في ايدنا لينة. بس هتاخدي شوية مي وبايدك ترطبي وتعجني. واحنا عملناها قبل بالتلفزيون، شفتيها اشي ولا ما صدفت؟ لا والله ما صدف اني شفتها. اعزائي المشاهدين، كبة العيش اللي هي بنسميها كبة رز، في ناس يمكن كلمة العيش تختلف عندهم. هلأ شوفي يا عزيزتي انا ايش بدي اعمل. ممكن بس هيك ناخد معلقة صغيرة احرك نحرك، او عندك سباتولا يمكن هاي المعلقة هاي بتبقى هنسب لك الزرعة هادي. وحطلب منك هلأ طلب تاني ان شاء الله، بس نتأكد انه عم بيدوب عندي السكر كويس مش الحال يعني. هلأ طب اوكي، هلأ عايزاكي هلأ تيجي عندي هون بليز. هلأ انا عم بفرم البصل، عايزاكي تفككي لي اياه عن بعضه من فضلك. هيك حاولي تفرفطيه في ايدك هيك شوي. أوكي. تحطيه في الطبق ولا هون احسن؟ هون احسن لك هيك. يلا بدنا نفكفكه، عارفه عشان ما تبقى قطعه البصل كتير مكومه مع بعضها، كانه تطلع هيك الحبات عن بعضها. شايفه بتتفكفك شرايح يعني. ايوه آه. وحطيهم عندك في الطبق، واثناء ذلك حنبتدي نجهز السلري. اعزائي المشاهدين السلري اهم شيء فيه هذا الجزء، لا بيبقى دائما فيه تراب. لا بيبقى فيه تراب، فنتاكد دائما نغسله كويس، وإذا ناشفة هذا الجزء ممكن نتخلص منها. مش السلري وايد يستعملونها حق شوربات تبع الرجيم. طب أيوة. وبيعطي طعم قوي على فكرة، فعشان هيك إحنا قلنا في السلطة هذه حيبقى كتير لذيذ، هتحسوا بطعم مختلف شوي. حطيهم من فضلك على الخيار. هنطفي النار خلاص قليت. هلا الخطوه اللي شوي بدها تاخذ منها وقت اللي هي تبريد هذا الجيلي او الجيلاتين. ايش كثر ياخذ وقت؟ لحظه هلا بدي اورجيكي بس شيء كثير لطيف. هلا طلعي كيف صار عندي شفاف صافي. هون احنا بنقول داب السكر وداب الجيلي او الجيلاتين. بضلني اقول كلمه الجيلي ما بدي الخبطكم، الجيلاتين. اخليه يبرد يبرد ولا يدفى؟ لا انا بدي اخليه هلا يبرد ويصير هلامي زي بياض البيض. هذه خطورة أو مش خطورة، أقصد صعوبة الوصفة في أني أضبط هذا التوازن هذا. فبعد إذنك عندك أنت هناك الطبق هذا وعندنا تلج، حطي لنا الطبق هيك في داخل التلج هيك. وهلأ أنا هحط هذا، تسلم إيدك، الجيلاتين في الطبق وأنتظر لغاية ما يبتدي عندي يصير زي البيض، أقصد زي بياض البيض. استمر تحريك؟ مش شرط، أنا بستمر تحريك بس عشان ما يصيروا الأطراف كتير متلجين وبالداخل يبقى سائل. فأنا التحريك هذا لتوزيع البرودة فقط. عايز أحط هلأ هون مي عشان يصير عندي حمام بارد بارد حيل، يعني يبقى كتير متلج. حنضيف شوية مي، حطي من فضلك. تمام. هلا اذا احنا قولي لي منال مثلا ليش احنا عملنا هذه الخطوه، يعني ليش نتعب حالنا ونعمل هذه صح، لانه اذا حطيناه اتوقع بالبراد انت قلتي راح يخترب. لا معك حق، بس اذا انا جيت حطيت الخضره هلا هون اوكي وصبيته في القالب، حتلاقي الخضره اصبحت فوق طافيه لوحديها. احنا بيها بدنا اياها في الداخل، فعشان هيك لابد يتماسك عندي الجيلاتين وبعدين اضيف الخضره عشان يبقى شكله كتير حلو. شو الأخبار؟ حاسة تقل هيك شوي؟ شوي يصير زي كأنه هلامي. ما يخالف. أوكي أنا حجيب لك بس هيك فوطة خليها جنبي. أوكي نحطها هون بليز عشان المي. تسلم إيدك. هلأ حنخلط إحنا هالمكونات مع بعضها. أوكي. أحط أنا الخضار عندك ولا أنت تحطي الجيلاتين هون؟ أنا أسهل لك. الأسهل الجيلاتين نصبها. صبي تفضلي. هيك بتحسي انه زي ما قلنا الخضار مش حيسقط في القاع. تسلم ايدك يا انا غلبتك. لا بالعكس. اوكي هلا اعطينا القالب من فضلك. اعزائي المشاهدين القالب جاهز زي ما قلنا، رشيناه برشه خفيفه من الزيت ونبتدي نحط الخضار.
طبعا بحتاج احطه بالثلاجه زي ما قلنا لعده ساعات. في عندي انا هلا قالب جاهز بالثلاجه، خليني اجيب لك اياه، بس مش لمده طويله، ممكن مثلا عده ساعات، مش اقصد يعني ممكن طول الليل. ولكن الجيلاتين اذا خصوصا مع الخضار هذا، اذا سبناه لفتره طويله ممكن الخضار يطلع ميته، صح يختلف، عرفتي؟ ف يعني طول الليل واكثر من هيك لا، بصير وايد لين. هيك عندي الطبق الجاهز، شو رايك؟ حلوه بالك، يعني يبقى عندنا جاهز الطريقه هاي، وايد حلوه كثير كثير كثير. شكلها غريب، سلطة غريبة. أنا حجيب لك بس عرق نعنع نزين الطبق. شو رأيك؟ وايد حلوة، مختلفة، بس خضران تماما. أعزائي المشاهدين، بس هيك عرق أخضر على طرف السلطة، والسلطة عنا جاهزة. زي ما قلنا هاي سلطة شوي مختلفة وخاصة للبوفيهات وال العزايم الراقية شوي، لأنه زي ما قالت ألاء بدها شوي شغل، بدها شوي شغل. أي أعزائي المشاهدين، نبتدي أنا وألاء نجهز لكم طبقنا الرئيسي. دوبنا الجيلاتين في الماء، أضفنا السكر والخل والملح، قطعنا الخضروات إلى قطع صغيرة، أضفناها إلى الجيلاتين وصبناه في القالب وتركناه في الثلاجة لغاية ما تماسك. سلطة الجيلاتين الخضراء